بينورني ويشرفني في الاستوديو وفي هذه اللحظات الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي. يا استاذ قوسي منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا امير، ده انا اللي بتشرف بالتواجد معاك وبتشرف بالظهور على شاشه قناه الاهلي. تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي القناه. نسعد دايما ان انت بتكون معانا ونسعد بارائك طبعا المهمه جدا. يعني ربنا يخليك. كلام مهم قوي عن منتخب مصر الفتره الحاليه. عندنا مباراه غايه في الاهميه ان شاء الله يوم السبت امام جنوب افريقيا. في البداية شايف المباراة دي ازاي؟ شايف التعامل معاها يكون ازاي؟ خصوصا في ظل الكلام على جنوب افريقيا ومستواها الفني ان هي مش من قمة او مش من افضل المنتخبات في بطولة الامم الافريقية. بتشوف المشهد ازاي الفترة الجاية؟ بداية كرة القدم يعني فيها مبدأ ان مفيش مباراة سهلة في كرة كويس. القدم حتى تنتهي هذه المباراة. لما تنتهي المباراة وحضرتك تحقق نتيجة مميزة وتكسب وتحقق هدفك وتعمل سكور في الماتش وتبقى عامل نتائج كويسه واداء كويس، فنقدر نقول المباراه كانت سهله بالنسبه لك اثناء السيره. لكن مش عايزين نستسهل اي حاجه، لان احنا استسهلنا قبل كده. كله كان بيقول على مجموعه مصر سهله وواجهنا فيها صعوبات كبيره جدا، والحقيقه كانت مجموعه صعبه وليس مجموعه سهله. صحيح كان في ضغوطات كبيره جدا عليها من الفرق اللي موجوده معانا، لان الفرق كلها متحمسه ضدك، لا سيما انك انت منتخب مصر صاحب التاريخ، صاحب الاسم، صاحب القيمه، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولات القاريه الافريقيه، كاس الامم الافريقيه 7 مرات. بالظبط. بالاضافه انك بتلعب على ارضك، هتلعب جمهورك دايما، اي حد يبقى متحفز تجاه صاحب الارض وعارف ان المباراه صعبه بالنسبه له. حتى لو كنت بتلعب فريق، يعني لو البطوله دي مقامه في اي دوله ثانيه والفريق من المستوى الثاني والثالث، كنت هتعمل ألف حساب لصاحب الأرض. يعني ما بالك إن ده منتخب مصر يعني، فالكل بيعمل لنا ألف حساب، لذلك الكل بيواجهنا بمنتهى القوة، فإحنا بنواجه حماس كبير جدا، كل بيكون عنده دوافع كبيرة جدا إن يلعب قدامك مباراة كبيرة جدا. الحمد لله تجاوزنا المرحلة الصعبة، وجدنا فيها صعوبات كتيرة جدا، هناك بعض الإيجابيات السلبيات لكن في إيجابيات كتيرة جدا، يعني مش عايزين ننكرها ومش عايزين ندوس على المنتخب. كلنا الآن سبورت المنتخب مصر ورا منتخب مصر، بنقف معاه بمنتهى القوة بمنتهى الوضوح. ان شاء الله منتخبنا سيسير في طريقه الى النهايه حتى ياخذ البطوله. لابد ان احنا نرفع الكلام ده ونقول على الكلام ده ونؤكد على هذا الكلام. لا يجب ان يعني نحبط لعبتنا ونحبط جهازنا ونحبط جمهورنا. يعني معنى كلام حضرتك يا استاذ قوسي ان حضرتك ضد الحمله اللي معموله على محمد صلاح نجم منتخبنا؟ ده انا طبعا ما فيش حاجه اسمها حمله على اي حد، لا على المنتخب ولا على صلاح ولا اي لاعب. احنا مع الناس قلبا وقالبا، مع كل لاعب في منتخب مصر، مع منتخب مصر، مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، مع الاداره الفنيه والاداريه لمنتخب مصر، مع الجهاز الطبي، مع ما يقوله، مع المدربين الاول الثاني مدرب الحارس، كلنا بندعم هذا الكيان المصري حتى يصل الى الهدف اللي احنا عايزينه. صح. لان هم اللي حققوا لنا حلمنا، ولازم البطوله عرضنا لازم نفوز بيها ان شاء الله وبفضل الله. فمهم جدا ان احنا ده يكون عندنا ونكون مركزين عليه، ويكون الجمهور المصري عنده قناعات كبيره جدا بهذا الكلام. حكيت ان انا مش هقدر وانا مش عارف ايه وحصل لي انا كده. طب انا كده بخلص على نفسي، انا كده بدمر نفسي، انا كده بحط نفسي باغرق نفسي في بحر اليأس وبحر الاحباط وبحر الفشل. لا، انا اطلع نفسي من كده وافوق اللعبة بتاعتي واديهم الجرعه الحماسيه بتاعتهم. انا ايه فايده 80,000 اللي قاعدين في المدرجات ولا ال 78,000 اللي موجودين في المدرجات ايا كانت ساعه القرار اللي ما فيش ولا مكان، ايه فايدتها لو انا قاعد اتفرج وبنتقد اللعيبه بتاعتي؟ طب ما ده بيصب في مصلحه المنافس بتاعي. صح. يا جماعه لازم نفوق، لازم نتخلص من الكلام ده، لازم يعني ندعم المركب المصريه اللي بتحمل هذا الفريق حتى تصل الى بر الامان وتصل الى المباراه النهائيه ان شاء الله يوم 19 وتحمل الكاس معاه ويخرج اللاعبين ويحتفل كلنا بالكاس. مباراه جنوب افريقيا مباراة ليست سهلة، صحيح كان من الفرق القليلة جدا. مهمة جدا يا استاذ قوسي، بس انت بتقول رسائل مهمة قوي لازم نركز عليها، وهي ضرورة ان احنا لازم ندعم منتخب مصر لان ده واجبنا. احنا مصريين، ده اساس، ده واجبنا ان احنا لازم يا جماعة. يعني مش حاجة غريبة. لما تقول لي مين اللي هيفوز بالكاس، لا مصر هتفوز ان شاء الله بالكاس. بالزبط. من المنتخب عندنا بعض الحاجات وبنوجه بعض الانتقادات عشان تتصلح، بس انا ما استخدمش النقد ده كمعول هدم ومعول تدمير. لازم النقد بناء، يعني النقد ده مش سكينه ماسكها بقطع فيها، بقطع شرايين المنتخب المصري عشان اقضي على حياته. لا يعني انا حتى لما اقول نقد بنصح، بعمل زي ما بقيم ابني او بنتي فبقيمها بشيء ان ده يخليها تاخد دفع للامام، مش اخلص عليها واموتها. طبعا ده الكلام ما ينفعش يعني. صح. فدايما نشجع، دايما نرفع المعنويات، دايما نتخلص. ولما نيجي ننتقد ننتقد اداء براحتنا قوي، ننتقد اداء عادي جدا. ما تنتقد اداء، انت بتقيم اصل المباراه دي قدام الناس كلها. بالزبط. انا بقيم مباراه فبقيم المباراه، لكن الحمد لله ربنا كرمني وانا حققت النتيجه العظمى من هذه المباراه. فعلا. انا طالع، انا مصر والجزائر اعلى تقييم في البطوله، واخدين بين كل المنتخبات. لاننا جايبين 9 من 9،
مسجلين 5 اهداف، الجزائر مسجله اعلى مننا بهدف 6 اهداف، كلين شيت الشباك بتاعنا ولا جون في مرماك، الحارس بتاعك واخد زمانه في ذا ماتش مره، وكان قاب قوسين ادنى بياخدها الثاني، عامل نتائج كويسه، عندك في التشكيله المثاليه دخل 3 4 5 لاعبين، 4 لعيبه. لا لا احنا مش ضايعين يا جماعه، احنا عندنا فرقه قويه جدا وعندنا لعيبه مهمه جدا وعندنا لعيبه على اعلى مستوى، عندنا لعيبه تصنع الفارق، عندنا احسن لعيب، واحد من احسن لعيبه في العالم فعلا. نفخر بيه ونشرب بيه، وان شاء الله هيكون طريقنا ان احنا نفوز بالبطوله. عندنا صلاح، عندنا تريزيجيه، عندنا المحمدي، عندنا طارق حامد، عندنا حجازي، عندنا كل المجموعه اللي مجموعه بدون نسيان اسماء، يعني كلها مجموعه مشرفه ومجموعه قيمه ومجموعه ان شاء الله ستقودنا الى الطريق اللي احنا بنهدف اليه باذن الله. ده كلام مهم قوي. فيما يتعلق بقى بمباراه جنوب افريقيا، مطلوب ايه من لاعيبه منتخب مصر في هذه المباراه؟ واهم حاجه اكيد عدم الاستهانه طبعا بمنتخب جنوب افريقيا. تمام. طبعا مباراه لا تقبل القسم على 2، مباراه ما فيهاش تهريج، مباراه ما فيهاش تعويض، مباراه الادوار كده، دخلنا مرحله الادوار الاقصائيه، يعني الفائز دائما يمر والخاسر شكرا يروح، يعني فما فيش تهريج وما فيش اي فرصه ممكن تضيع منك وتعوض في الماتش الثاني ده، خلاص اكيد اللعيبه عارفه ده، اكيد اللعيبه مصممه على ده ومروا بده كتير جدا وتجاوزنا ده كتير جدا، وشفنا ده في البطوله الاخيره اللي كان 17، الحمد لله قدرنا نمر بشكل كبير جدا ومن منتخبات اقوى بكتير جدا من كده. انا شايف ان مباراتنا مع جنوب افريقيا الكفه تميل ناحيتنا، كفه تميل ناحيتنا كويس. التاريخ بيقول ده، لان احنا اذا كنا قابلناهم 11 مره فلم نلتقي جنوب افريقيا الا مرتين في الكان ومرتين في التصفيات، المرتين في الكان كسبناهم فعلا وكان اخرهم في 98 وكسبنا 2-0 طبعا، واللي كانت قبلها في 96 وكانت في جنوب افريقيا، كانت اول بطوله تنظمها جنوب افريقيا، اول سنه ترجع للكان، والسنه الوحيده اللي فاز بيها المنتخب الوحيد اللي كسب جنوب افريقيا، جنوب افريقيا كان منتخب مصر خد البطوله كمان هم بهدف احمد الكاس، وكان هم خدوا البطوله دي وكان المباراه الوحيده اللي خسروها في البطوله كانت منتخب مصر بالظبط. فهم يعني بيعملوا الف حساب لمنتخب مصر، منتخب مصر يعني دايما موجود وان شاء الله يكون حاضر بقوه يعني. للحديث بقيه بعد الفاصل. منتخب مصر يا استاذ اوسي، وفيما يتعلق بالتشكيل بقى، هل انت مع التعديلات في تشكيل منتخب مصر في مباراه جنوب افريقيا، ولا يستمر مستر اجيري بال11 لعيب اللي لعب بيهم اول مباراتين بالتحديد؟ انا شايف ان هو يعني ال11 اللي بيبدا بيهم هم المجموعه الافضل اللي موجوده مع مستر اجيري اللي موجوده ومستمره، ولا اعتقد انه هيعمل تغييرات لانه ما عملش حتى تغيير في المباراه بعد ما ضمن الصعود، فهو عنده اصرار على المجموعه اللي موجوده في نفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه الافتتاح، اللي كمل بيه في المباراه الثانيه على الثالثه، هيكون متواجد بكره، واعتقد ان دول اكيد هيكونوا بعد بكره ان شاء الله يوم السبت 9 مساء، اعتقد ان دول هيكونوا يعني في الوقت المناسب وفي الميعاد المناسب، وهيكونوا عند حسن ظننا ان شاء الله، وهيأدوا بشكل قوي وشكل مميز، ان المؤكد ان اشياء كثيره اختلفت في الـ بعد نهايه الدور الاول، لان الامور هتختلف، وانا متاكد ان منتخب مصر سيكون كبيرا مع الكبار. حلو قوي، حلو قوي الكلمه دي، كبيرا مع الكبار، قويا مع الاقوياء، يعني ان شاء الله سيكون له دور، كان في ماتشات وقدر يحقق الاهداف والدنيا ماشيه، مفيش مشكله خالص، يعني احنا ما جربناش ان منتخب مصر مثلا لا قدر الله دخل فيه جون وشفناه استكان، لا، منتخب مصر دايما بيلعب ودايما بيتقدم ودايما بيحقق هدف، فالامور ماشيه، فالامور هاديه بالنسبه لك، ودي في كره القدم نظريه والكل بيعتمد عليها وناس كتير جدا بتشتغل عليها، مفيش مشكله خالص يعني، فان شاء الله مع المباريات القادمه لو بنواجه اقوى فريق سنكون الاقوى باذن الله بارضنا بجمهورنا بلعبتنا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. اتفضل. بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا، منتخب يعني ما كانش ليه مردود خالص يعني مقارنه بينا، ما فيش مش موجود اساسا يعني كويس. يعني منتخب صعد، يعني لم يصعد بيده، صعد بيد عمرو كما يقولون، صعد يعني رصيده 3 نقاط، حتى بعد ما انتهت مبارياته ظل منتظرا مباراه مالي وانجولا ليرى النتيجه، ولولا فوز مالي لما كان متواجدا الان يعني، والحمد لله ان مالي فازت، لانه يعني يعتبر بالنسبه لنا يعني الفريق الاكثر اريحيه من اي فريق اخر، يعني احنا فريق يعني ليس شرسا، فريق وديع، وما شفناش عنده لعيبه مميزه جدا تقدر تصنع الفرق، والا كانوا صنعوا فرق وكانوا كسبوا حتى لو مباراه واحده في التصفيات يعني، فاعتقد ان الامور بالنسبه لنا ان شاء الله ستكون جيده
كده وسنحقق نتيجه طيبه ان شاء الله ونتاهل الى دور الثمانيه، وعندما نصل الى دور الثمانيه باذن الله يكون لنا كلام اخر ولنا حديث اخر ولنا وجهه نظر مختلفه. انا بفضل يعني دايما بنركز على خطوه خطوه فعلا. الان امامنا، انا قدامي دور ال 16 اتخطاه، بعد كده افكر في دور الثمانيه، ما مفكرش اكتر من كده وما حدش يكون بيفكر في اكتر من كده. ان شاء الله سنكسب يوم السبت ونفوز بالمباراه ونفكر بعد كده ايا كان مين اللي هيواجهنا، دي امور بالنسبه لنا عاديه جدا يعني. لكن حضرتك مع ان التشكيل يكون هو هو، لكن انا عايز اسالك بقى بالتحديد في نص الملعب، لان احنا عندنا ازمه في نص ملعب منتخب مصر. مش هو ده الاداء اللي احنا منتظرينه من النني بالتحديد؟ طارق حامد عامل اللي عليه بصراحه، النني مستنيين منه اكتر من كده وهو عنده اكتر من كده. هل انت مع تغييرات في المركز ده بالتحديد ولا برضه يكمل طارق حامد والنني؟ انا طبعا احنا دلوقتي بنتكلم على ناحيه فنيه طبقا لمشاهدتنا للثلاث مباريات بالظبط، ان الوسط الملعب في منتخب مصر لم يكن على المستوى المطلوب وكان هناك بعض القصور في الاداء، وده اللي خلى بعض الفرق تستحوذ كثيرا في مبارياتنا، لان حتى الاستحواذ كان لاغلب الفرق اللي موجوده معانا في سواء الكونغو او اوغندا تحديدا كان الاستحواذ بشكل واضح، وده نتيجه تراجع في اداء دور لاعبي وسط الملعب وخصوصا المكان اللي حضرتك بتقول عليه بالنسبه للنني. يعني انا افضل ان يكون في تغيير وانت تفضل ان يكون في تغيير، لكن في النهايه القرار بيد المدير الفني المكسيكي، هو من سيتخذ القرار وهو اللي مؤمن، هو اللي شايف اللعيبه وشايف قدرات اللعيبه. يعني ليه ناس كتير جدا بيقعدوا يتكلموا في حاجات زي كده، مدربين كتير جدا بيقعدوا يتكلموا، لكن لو اديت مدرب مسؤوليه وهو بينتقد زميله المدرب وبيتكلم عنه هو هيعمل اختيارات برضو انت ممكن تنتقدها ممكن ما تعجبكش، لكن في النهايه يعني احنا لو 100 واحد هنحط 100 تشكيل، ففي النهايه في واحد هو المسؤول وهو اللي هيحط التشكيل، علينا ان نحترم هذا وندعمه بمنتهى القوه، وان شاء الله اي مجموعه هتكون موجوده هتلعب بروح عاليه حماس كبير جدا قتال كبير جدا هيكون ان شاء الله في وسط الملعب. اتوقع ان يكون في تغيير في ارض الملعب في اداء منتخب مصر، يعني في الروح في الاداء، يعني الادوار ممكن تكون في ادوار مختلفه موجوده لبعض اللعيبه، لكن بنفس المجموعه اللي موجوده عندك وهم عندهم مرونه لعيبه كبيره ان شاء الله اعتقد ان يقدروا يعملوا ده. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراته امام جنوب افريقيا. طيب عايزين نتكلم على البطوله شويه بقى بشكل عام، ونتكلم بالتحديد فيما يتعلق بدور ال 16 ونحلل او مش نحلل، نقول توقعاتنا للمنتخبات اللي ممكن تتاهل لدور الثمانيه. يعني عندك مثلا مباراه كوت ديفوار ومالي، هتكون مباراه صعبه جدا وقويه جدا، دي هتكون في استاد السويس ان شاء الله باذن الله يوم 8. ده طبعا كوت ديفوار ومالي من مباراه كوت ديفوار يعني ما اظهرش قوته، وده من المنتخبات الكبيره والمنتخبات المرشحه وفايز بالبطوله في 2015، يعني ودايما من الفرق اللي بتوصل للادوار النهائيه، لكن هيواجه منتخب برضه قوي، منتخب عنده لعيبه محترفين، منتخب عنده قدرات، منتخب ليه شخصيه، منتخب ليه تصنيف ضمن العشره اللي موجودين في صداره التصنيف الافريقي بالنسبه للمنتخبات الافريقيه. اعتقد ان هي مواجهه تقيله، مواجهه مش سهله، لكن اذا سالتني عن المكسب هيروح لفين، اعتقد ان كوت ديفوار. كوت ديفوار مع ان مالي عامله بطوله كويسه جدا، عامله بطوله كويسه، بس يعني اعتقد ان كوت ديفوار ممكن تكون كفتوى ارجح في هذه المباراه. يعني غينيا والجزائر، لا ما رايناه من المنتخب الجزائري يعني يشرح الصدر لنا كعرب ان منتخب بهذا الشكل وهذه القوه مع مدير فني جمال بالماضي 43 سنه، راجل بصمته واضحه. الجزائر كانت غايبه بقى لها فتره كبيره فعلا. يعني الاربع خمس سنين الاخيره في نوع من الارتباك في الكره الجزائريه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه، لكن هذا الرجل استطاع ان يعمل تشكيله وتوليفه مميزه، لا سيما ان هناك مجموعه من اللاعبين المميزين بقياده رياض محرز، شايفين اسماعيل بن ناصر لاعب الوسط 21 سنه بيفوز بجائزه افضل لاعب في الدور الاول وراجل مباراه في مباراتين، في مباراه كينيا ومباراه السنغال، فلاعب مميز جدا ومختار ضمن التشكيله المثاليه للدور الاول، بجانب مجموعه كبيره جدا من اللاعبين موجودين في المنتخب الجزائري. اعتقد ان هم قدروا يقدموا كره قدم محترمه جدا، كره هجوميه مميزه، اداء في وسط ملعب مميز، قدروا يعملوا برضو يحافظوا على شباكهم نظيفه زي منتخب مصر، اقوى هجوم 6 اهداف يفرقون عننا بهدف، ومسجلين 6 واحنا مسجلين 5 وهجوم منتخب مصر. طبعا شايف ان يعني اللي احنا شفناه في الدور الاول من الفرقتين يقول ان كفه الجزائر خلاص منتهى والجزائر الى ربع النهائي، لكن كره القدم لا تعترف بهذا على الاطلاق لانها قد تفاجئك بما لا تتوقعه على الاطلاق. شفنا
امبارح ماتش في كوبا امريكا، ماتش بيرو وتشيلي، تشيلي اللي حصل على البطوله في اخر نسختين ومرشحها للنسخه الثالثه على التوالي، شايله 3-0 بمنتهى السهوله يعني. يعني عمليه يعني 3-0 يعني مع الرقفه، وكان اداء سيء جدا من المنتخب. انت ما تعرفش الحاله ممكن يكون شكلها ايه يعني. كل الترشيحات كانت متصب في في في, في كافه تشيلي، فاذا بها تخسر بالسلاسه يعني. ماتش البرازيل وارجنتين، الارجنتين عملت مباراه كويسه جدا خصوصا في الشوط الثاني، وكانت مميزه جدا وكانت قاب قوس ادنى من التعادل ثم التقدم، لكن خطرت 2-0. فكره القدم في النهايه ملهاش مقاييس، ملهاش مقاييس. عندنا قدرات وعندنا امكانيات وفي ناس تصنع فارق، لكن في النهاية الملعب هو من يحسم هذا الأمر. طبعا أنا أتوقع الجزائر وأتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للمنتخب الجزائري. طبعا الكاميرون ونيجيريا دي قمة أفريقية كبيرة جدا، تشوف المباراة دي إزاي وتتوقع مين يتأهل؟ يعني ده نهائي آخر من النهايات اللي احنا شفناها في البطولة يعني. بالزبط. احنا شفنا في الدور الأول يعني 3-4 مواجهات من العار التقيل، والكاميرون يعني واجهت غانا ودخل على نيجيريا وهتخش على مواجهه صعبه، مباراه تقيله جدا، مباراه صعبه جدا، مباراه تكاد الكفه فيها تكون متساويه، لان انت بتتكلم عن اثنين من الابطال الكبار الموجودين في القاره الافريقيه. صحيح التاريخ ينحاز الى الاسود غير المروضه الكاميرون، لكن نسور نيجيريا من الفرق الثقيله، الفرق القويه، الفرق اللي تقدر تلعب بشكل قوي، لكنها لم تقنعنا كثيرا في الدور الاول من البطوله. يعني انا شايف ان كفه الكاميرون هي الارجح نظريا وطبقا للمعطيات وطبقا للعيبه وطبقا للاداء. الكاميرون من الانتخابات بطلت افريقيا طبعا في النسخه الاخيره، وكثيرا ما بتوصل للنهائيات، عندها 5 ألقاب، عندها مجموعه مميزه من اللاعبين، انا شايف ان هم مميزين وقادرين على حسم بطاقة التأهل. طيب هنرجع نتكلم على بقية الماتشات، بس في خبر مهم وسريع جدا لازم نتكلم فيه، وهو خاص بمحمد صلاح، انه صلاح لن يتمكن من التدريب اليوم بسبب نزلة برد. الواضح ان هو عنده برد ما قدرش ان هو يتمرن النهارده. الخبر بيقول ايه؟ بيقول ان بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وكمان وذلك حتى لا تتفاقم حالته. جاء ذلك بعد عرض الامر على خفير اجير المدير الفني، ويواصل المنتخب اليوم اداء تدريباته استعدادا لمباراه جنوب افريقيا في دور 16. خبر يعني للاسف حزين جدا جدا يعني. يعني برد في هذا الحر يا صلاح، مش عارف حاجه غريبه. شفاك الله وعافاك يعني، ان شاء الله ربنا يعني يعجل الشفاء. واعتقد نزلت برد، احنا ما زال قدامنا 48 ساعه بالظبط، بكره ان شاء الله باذن الله يكون جاهز ويتمرن في التمرين الختامي باذن الله جاهزه يعني. وصلاح قيمه فنيه كبيره جدا طبعاً في منتخب مصر. صلاح طالما صلاح موجود في منتخب مصر فكون مطمئنا، كن مطمئنا ان منتخب مصر باذن الله سيحقق ما يسعدك في اي وقت مهما كانت قوه المنافس، لان صلاح يستطيع ان يصنع الفارق، صلاح يستطيع ان يسجل من اي لحظه، يسجل ما يكون ممكن تصله كره واحده في المباراه يحتم بها الامور. ده من اللعيبه اللي المفروض تبقى موجوده في الملعب باي شكل من الاشكال. حالته كان وضعه مهما كان، صلاح هو يعني فخر الكرة المصرية، فخر الكرة العربية. إن شاء الله ربنا يعجل له الشفاء ويكون جاهز بإذن الله معنا في مباراة السبت إن شاء الله بإذن الله. بكرة يشارك في المران الختامي المنتخب مصر، ويشارك كمان في مباراة بعد بكرة أمام جنوب أفريقيا. نروح لمباراة أخرى وهي خاصة بأوغندا والسنغال. البعض شايف ان الكفه ارجح للسنغال، لكن في نفس الوقت منتخب اوغندا شفنا مستوياته رائعه خلال البطوله وخلال الثلاث مباريات اللي اتلعبت. شايف مين ممكن يصعد؟ منتخب السنغال بقياده ساديو ماني منتخب قوي، منتخب مميز، منتخب مرشح للوصول الى ابعد الادوار في البطوله. عملوا نتائج طيبه، نتائج مميزه يعني باستثناء الماتش اللي خسروه، ماتش الجزائر. عندهم خامات كويسه في كل المراكز تقريبا، لعيبه صغيره في السن مميزه وقويه، شفنا ده لما حسموا في المباراه الاخيره. لكن منتخب اوغندا لديه مدرب يعني رائع، دي سابر، مدرب مميز، مدرب قوي، مدرب قدر يعمل من اوغندا قيمه فنيه كبيره جدا يعني من ساعه مساكم، وهم اليوم موجود على الساحه. حتى لما كانوا معانا في كاس العالم تعبونا كتير جدا، كسبونا في اوغندا بهدف وتفوقنا عليهم هنا في القاهره بصعوبه بهدف يعني. ماتشنا الاخير معاهم اظهر قد ايه الفريق ده بيأدي كره جماعيه، لكن كان بينقصه الاداء في الثلث الاخير، او ان لاعب يخلص بشكل قوي وشكل حاسم وشكل سريع.
شايف ان المباراه يعني لن تكون سهله بالنسبه للسنغال، اعتقد ان هي تكون مباراه قويه. اعتقد ان مباراتهم مع مصر يعني ادتهم ثقه كبيره جدا واعطتهم يعني قدرات وتركيز اكبر، موفقين خالص يعني بصراحة. ما كانوش موفقين والحمد لله ان ما كانوش موفقين الحمد لله طبعا، وباذن الله ولا فرقه تكون موفقه قصادنا لغايه ما ناخد الكاس، لان ان شاء الله ربنا هيوفق منتخب مصر ويواصل مسيرته. لكن انا شايف ان هي تكون مباراه قويه ومباراه ثقيله. احنا دخلنا على المباريات كلها، مباريات معانا السيد دول ال 16 فرقه الاتقل اللي كانت بتلعب بهم البطوله قبل كده. الاقوى طلع يعني عدد قليل من الفرق، لكن اللي بيلعبوا دلوقتي هم الاقوى وسنرى الاكثر قوه ان شاء الله في المراحل المقبله. فشايف ان المباراه صعبه وشايف المباراه ممتعه، وكل المباريات اللي جايه بالنسبه لنا مباريات ممتعه فعلا، مباراه قويه يعني، كلها مباريات تجبرنا على المشاهده بالزبط. الحقيقه يعني بنين والمغرب فطبعا السنغال كفته الارجح تمام يعني. بنين والمغرب بقى المغرب بقياده مدربه هيرفي رينار قدم عروض قويه وعروض مميزه، لكن المغاربه انفسهم ليس لديهم ثقه في المنتخب المغربي ان يصل الى مراحل متقدمه في البطوله، لان هم بيخشونا لغايه دلوقتي. المغرب بيقول ان احنا ما قابلناش يعني ماتشات كبيره وماتشات تقيله، بس قابلوا كوت ديفوار برضه منتخب قوي كسبوهم 1-0. هم برضه بيقلقوا في الادوار الاقصائيه يعني، لكن نتمنى لهم التوفيق. لكن في النهايه هم لعبوا وادوا بشكل قوي وشكل منظم، لكن في النهايه كانت نتائجهم كلها 1-0 في الثلاث ماتشات. يعني ده دليل على ان القدرات الهجوميه القدرات التهديفيه عند المنتخب المغربي ليست على مستوى قوه الفريق بشكل عام. يعني انا متخيل المنتخب يكون عنده اداء وتهديفي اعلى من كده بكتير، لكن طبعا فرصه المغرب هي الاقوى وهي الاقرب وهو اللي ماشي بشكل قوي وشكل منظم. نتمنى المنتخب المغربي الشقيق كل التوفيق ان شاء الله. مدغشقر والكونغو كفه مين ارجح؟ الخبره عند الكونغو شويه والطموح والاداء الجيد حتى الان لمدغشقر، مفاجاه البطوله واول مشاركه ليهم في بطوله الامم الافريقيه، شايف مين كفته ارجح؟ طبعا مدغشقر فاجاتنا جميعا، ما حدش كان يتوقع يعني. انت لو كنا قاعدين قبل البطوله وبنتوقع مين الفرقتين اللي هيصعدوا ما كناش عمرنا هنحط مدغشقر، ولا حتى كانت ممكن تصعد، حد كان يتخيل انها ممكن تخش ضمن التوالد مثلا. بقول لحضرتك فلما تيجي هي تصعد اول مجموعه على نيجيريا وعلى غينيا فده حاجه عظيمه جدا. دي كسبت ماتشين وتعادلت ماتش، دي عملت افضل نتائج في المجموعه يعني. واعتقد ان التقدير الكبير يرجع لمدربهم نيكولاس ديبوي الفرنسي، واضح ان المدرسه الفرنسيه ناجحه، مدرسه مميزه جدا وعامله نتائج جميله جدا. لما اتكلم على هيرفي النهارده في المغرب ودي صابر موجود ودي ديبوي، اعتقد يعني ماشيين بشكل كويس وليهم بصمات كويسه مع الفرق بتاعتهم. الكونغو شفناه برضو منتخب من المنتخبات اللي قدم عروض كويسه قدام مصر في البطوله، صح هو خسر لكن في النهايه قدم عرض كويس وقدر يتاهل بصعوبه يعني الى الدور التالي كاحسن بالنسبه كثالث في المجموعه. شايف مباراه تشيبي وتشيبي متكامل 4-0 هو اللي صعده بالظبط يعني، شايف المباراه بالظبط ده فرق الاهداف هو اللي قدر يصعده مع ان فريق زي ما بيقول فرقه كويسه، وكان زيمبابوي عامله ماتش قوي جدا قدام اوغندا جعلنا نتوقع ان زيمبابوي هتكتسح وتعدي يعني. لكن هكذا هي كره القدم يعني، تاتيك دايما بالمفاجات والاشياء الغريبه. شايف ان المباراه ده صعب التوقع لان انت امام فريق لديه طموح كبيرة، فريق وليد، فريق بيقول أنا يعني جاي أغير موازين قوة في الكرة الأفريقية، معاه مدرب عنده قدرات عالية بيعرف يدير، بقى فيه لعيبة مميزين صحيح يعني. أنت تلاقي منتخب مدغشقر ده القيمة التسويقية ليه كلها ما تتعداش 13-14 مليون يورو يعني. لكن لما يكسبوا فرقة بحجم وقيمة نيجيريا قيمتها التسويقية تقترب من 190 مليون يورو، فدليل ان الفرقه دي عندها طموح كبير جدا، وده الخوف من الفرقه الصغيره اللي بيبقى عندها حماس كبير، رغبه كبيره، عندها دوافع اكبر منك انت نفسك يعني. فالحذر كل حذر من هذه النوعات من الفرق. شايف ان احنا هنتفرج على مباراه كبيره ومباراه تقيله، مباراه تكون من العيار التقيل، مباراه قمه برضو بين فريقين من القوى المتوسطه في القاره الافريقيه. مين يكسب؟ اللي يكسب اعتقد الكونغو. الكونغو؟ اه رغم يعني الاداء الجيد لمدغشقر طبعا، لان الخبره هتفرق، الخبره هتفرق وفرقه قويسه وليها تقديرها، والكونغو من الفرق اللي ضمن العشره الاوائل في القاره الافريقيه يعني، عامله نتائج كويسه في السنوات الاخيره وهي في مجموعتها كانت من التصنيف الثاني. فاعتقد ان هم يعني هم اللي كفتهم اقرب والتوقعات بتميل ناحيتهم. تونس وغانا، تونس للاسف المنتخب التونسي يعني بيمر باوقات صعبه جدا، اداء ونتائج سيئه،
وانتقادات لازعة طبعا في الشارع الرياضي التونسي، في المقابل بيقابلوا منتخب قوي زي منتخب غانا. مباراة زي دي تتوقعها ازاي؟ يعني زي ما بتقول منتخب التونسي لم يعجب التوانسة على الإطلاق، لم يقنعهم على الإطلاق. يمكن هم كانوا بيمروا بظروف في الشارع السياسي، فكانوا بيعولوا على ان المنتخب التونسي يصنع الفرحه، يصنع البسمه، يعمل نوع من البهجه في الشارع، يوحد الشارع الجزائري. لكن المنتخب التونسي يعني احبط الكثير من التوانسه انفسهم بسبب النتائج، ان هو لم يستطع تحقيق الفوز في اي مباراه من المباريات اللي لعبها، فده عامل نوع من القلق عندهم وخايفين يعني. لكن هم عندهم امل كبير جدا ان في الدور الثاني الامور تتحسن يعني، والامور تكون افضل. لكن انا شايف ان الامور بالنسبه لهم صعبه، صعبه بدرجه كبيره جدا. طبعا الواحد يتمنى لهم التوفيق، لكن المنتخب الغاني لديه لاعبين مميزين، لديه لاعبين اكفاء، لديه لاعبين على مستوى عالي. اعتقد ان يعني الكوره بتقول ان هي الكفه بتميل اكتر ناحيه المنتخب الغاني، وان كنا نتمنى فوز المنتخب التونسي يعني. اكيد ان شاء الله نتمنى المنتخب التونسي الشقيق هو اللي يتاهل لدور الثمانيه باذن الله. والمراحل دي دايما يا استاذ اوسي اكيد بتتفق معايا بيبقاش ليها حسابات خالص، حتى لو انت بادئ بطوله بشكل سيء ممكن تكسب وتصعد. في الماتشات القويه دي بيبقى ليها حسابات خاصه يعني. يمكن الفرق يعني انا سمعت اكتر من مدرب خصوصا من التوالت او اللي ما حققوش المركز الاول في مجموعتهم، لا اكتر من حد بيضرب لك مثل بالبرتغال في 2016 في اليورو 2016 لما دخلت البرتغال ضمن افضل توالت برضو وقدرت تخش دور 16 وتكسب وتتاهل ومشيت خطوه خطوه الى ان وصلت وخدت البطوله. محدش كان يتخيل على الاطلاق طبعا ان فرقه مثلا، تخيل انت مثلا فرقه مثلا زي مدغشقر او الكونغو وطالعين ثالث بالعافيه، او جنوب افريقيا او اي فرقه من الفرق الثالث، عدى دور 16 وفضل يمشي يمشي وكسب البطوله وتفوق على كل الكبار، تفوق على التصفيات الاولانيه. فكره ما لهاش حسابات، ما لهاش مقاييس يعني. فعندهم طموحات كبيره جدا وكل واحد ليه طموحه. ابذل اللي عليك، اعمل اللي عليك في الملعب، ابذل قصارى جهدك والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام. ابرز المنتخبات في البطوله حتى الان من وجهه نظرك؟ زي ما هو ظاهر للعيان او الكل ان ابرز المنتخبات العربيه واضحه هي الجزائر. يعني عندك الجزائر، المغرب. لا بص خلي بالك بالارقام وبالحسابات افضل ثلاث منتخبات مصر، الجزائر، المغرب. ماليش دعوه هتقول لي الاداء ان هم كانوا بيقدموا بشكل افضل منك بعض الشيء ماشي، لكن الجزائر رقم واحد عشان هي ست اهداف وشباكها نظيف، فعملت المعادله الصعبه والمعادله اللي بتحتاج جهد كبير جدا انك انت تبقى هجوم قوي جدا وتسجل اعلى نسبه تهديد وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على نظافه شباكك. منتخب مصر مسجل خمس اهداف ومحافظ على نظافه شباكه. ماليش دعوه بقى ما تقوليش الكره جت في العارضه، جت في القائم، الشناوي اتالق. في النهايه ده منتخب مصر، الكره لم تدخل شباكه. النتيجه النهائيه ان التقييم بتاع المنتخبات مصر والجزائر 7.2 اعلى تقييم بالنسبه للمنتخبات اللي موجوده في البطوله. مصر والجزائر، بعديهم السنغال، بعديهم المغرب، بعديهم مالي. دول التصنيف الرقمي للخمس منتخبات اللي هم يستحقون لقب الافضل طبقا للارقام. الشكل الجمالي والاداء والحاجات دي كلها، كل ده ملوش وجود في كره القدم بمجرد ما تنتهي البطوله. يتنسي. لا احد. احنا نتذكر ان بطل 2017 الكاميرون. صح. 15 كوت ديفوار. 2006 منتخب مصر، هل تذكر اي مباراه؟ لا لا، بس الاداء الفني في منتخب مصر في 2008 أنا معاك يعني التحديد ده ما يتنسيش. لا اداء مصر في 2008 و2010 احنا كمصريين بنذكره بكل فخر، لكن فعلا الناس ثانيه ممكن او الدول الثانيه ما يفتكروش ان مصر كانت. لا دلوقتي انت لما يعني عندك بعض التراجع ما حدش فاكر لك الماضي، لكن تظل شخصيتك هي اللي موجوده. انت هتحقق حتى يعني اخواننا العرب اللي بنقابلهم يعني لما بنتكلم عنهم وحد يتكلم عن الاداء المصري ويقلل المنتخب المصري هم يندهشوا، يقول لك المنتخب المصري هو كده ويتسلل وهيكسب البطوله في الاخر. انه عندهم ثقه، او بيقولوا ثقه ان المنتخب المصري بيعرف يكسب. يعني دايما حتى مش من البطوله دي، من زمان المنتخب المصري عندما يصل الى الادوار الاقصائيه يستطيع ان يتسلل ويصل الى الكاس باذن الله. فدي امور مهمه جدا في كره القدم. افضل اللاعبين في البطوله حتى الان هو في اكتر من لاعب يعني، مفيش نجم الطاغي في البطوله يعني. تمام. لكن تقدر يعني بعض المنتخبات، بعض المنتخبات الكبرى اللي هم طالع منها المجموعه اللي منتخبات قلت لك، هتلاقي عندك في منتخب مصر حتى التشكيله المثاليه اللي اختارها الكاف، اختار طبعا اكيد افضل مجموعه لعيبه ادت في الدور الاول. فمختار من عندك محمد صلاح ومحمد الشناوي واحمد المحمدي واحمد حجازي، فدول اربعه عندك من منتخب مصر.
تيجي لمنتخب الجزائر مختار رياض محرز، وعندك اسماعيل بن ناصر برضه من الجزائر لاعب مميز جدا يعني، عندك ساديو ماني موجود. تستحق يبقى موجود ساديو ماني ولا تريزيجيه احق ان يكون موجود مكانه؟ والله ما تقييمات يعني، انا شايف تريزيجيه ادى بشكل كويس وقوي جدا، لكن في النهايه ببص للاعب اللي بيخلص، اللي بينجز، اللي بيقدر، اللي بيصنع فرق كبير جدا مع فرقته يعني. عندك تريزيجيه صنع فرق كبير حتى الان مع مصر في الحقيقه، ده مؤكد يعني طبعا ان شاء الله. الراجل قدر ان هو يصنع هدف ويحرز هدف ويؤدي ثلاث مباريات بشكل جيد، في المقابل ساديو ماني غاب عن اول مباراه بسبب الايقاف، في المباراتين التانيين لعبهم، المباراه خسروا منها من الجزائر، الماتش الثالث كسبوا جاب هدفين منهم ضربه جزاء ومنهم ضربه جزاء اخرى كمان ضيعها بخلاف الهدفين ضيعها. ممكن البعض يقول لك تريزيجيه هو الاحق يكون متواجد يعني. لا حاسس انت بتتكلم عن تريزيجيه لاعب في وسط الملعب الهجومي وده لاعب مهاجم، فده مركز وده مركز، فالامور مختلفه يعني، ما ينفعش احطهم الاثنين مع بعضهم يعني. كويس. وفضل جوردن موجود في غانا من اللعبة الكويسة ومن اللعبة المميزة، إسماعيل سارة في السنغال برضو من اللعبة الكويسين المميزين. تقريبا يعني دول الابرز اللعيبه اللي موجودين يعني. الشناوي موجود طبعا من مصر. الشناوي موجود طبعا، دول مثلا ايه يعني، دول تقريبا التشكيله المثاليه، لكن لو جيت هتكلم عن الشناوي من اللعيبه المميزه، تريزيجيه من اللعيبه المميزه في مصر. عندك في المغرب حكيم، في حجازي في منتخب مصر كمان، حجازي موجود في التشكيله المثاليه. عندك في المغرب بقول لك اشرف حكيم من المغرب من اللعيبه المميزه جدا. عندك حكيم زياشي برضو من اللعيبه القويه واللعيبه المميزه جدا اللي لها بصمه. عندك يوسف بلايلي موجود من الناس برضو الكويسه موجوده. عندك يوسف الناصري برضه مميز جدا يعني، في مجموعه كبيره جدا من اللعيبه مميزين، لكن في النهايه الابرز والاقوى اللي هم الثلاثي صلاح ماني رياض محرز. البعض بيراهن على هذا الثلاثي ان يكون ليه دور كبير جدا في مسيره المنتخب بتاعه، وان هم لينافسوا على افضل لاعب تقريبا موجود ان شاء الله. عايز اتكلم شويه على الجانب التنظيمي للبطوله حتى الان، وهنفضل نتابع الجانب التنظيمي في البطوله لحد اخر يوم ان شاء الله عشان نشوف كل الايجابيات وكل السلبيات ونتكلم برضو عنها ونقيمها بشكل كبير، لان شيء يهمنا قوي ان التنظيم دايما في مصر يخرج بالشكل المطلوب وبالشكل الجيد والمتوقع كمان. رايك في التنظيم ايه لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي؟ جميل جميل سؤال زي كده، لان مش معنى التنظيم ان احنا اتكلمنا في الاول عن التنظيم واحنا عملنا افتتاح وعملنا تنظيم، لا، ده قدرة التنظيم ونجاحه على ماذا بعد أن أصبحنا على أرض الواقع والفرق لعبت عدد كبير جدا وخلص دور أول. التنظيم عامل إيه؟ والتنظيم ماشي إزاي؟ والناس شايفاه إزاي؟ واللي بره شايفيننا إزاي دلوقتي؟ الحمد لله الأمور تسير دايما إلى الأعلى، دايما إلى الأفضل، كويس. دايما إلى الإشادة الأقوى بمصر تنظيميا. أكثر من 70 مراسل أجنبي لوكالات أنباء عالمية ولصحف عالمية ولمواقع عالمية بيشيدوا بالتنظيم وبيشيدوا بقدرات مصر العالية وبيشيدوا بالملاعب وبيشيدوا لأن التنظيم أصلا عندك تنظيم، عندك ملاعب جيدة ومميزة، عندك تنظيم دخول جماهير مباريات ومقاعد ومنظومة تذاكر، عندك فنادق مجهزة بشكل قوي ومميز، ده كله ضمن التنظيم، والإعاشة والاستقبال والضيافة بشكل قوي وشكل مميز، عندك حل كل المشكلات مجرد ما تظهر. طبعا أي مكان في الدنيا بينظم بطولة بتظهر مشكلات، التنظيم الناجح هو اللي يحل مشكله بسرعه او يحاول ان يمنع حدوث مشاكل من الاساس، فده كله موجود والناس كلها لمساه. عندك مراكز اعلاميه مهمه جدا في كل الملاعب، ومهم جدا الاعلام، اي بطوله بدون اعلام وبدون اهتمام بالجانب الاعلامي يصيبها الفشل، واذا طبعاً. يعني تعرض الاعلاميون والصحفيين لمضايقات هينقلوا صوره سيئه هتاثر عليك، حتى يعني دايما الفيفا بيحط الاعلام دايما في المقدمه، الكاف نفس الحكايه. اتمنى اتحاد الكره المصري يتعلم من التجربه، والحمد لله دينا عملنا تجربه نموذجيه ويهتم بالاعلام بشكل كبير جدا، فده موجود عندنا مركز اعلامي كبير جدا الرئيسي، وعندنا مراكز اعلاميه في كل الملاعب، مهم جدا ان كل اعلامي وكل صحفي يستطيع ان ينقل رسالته من داخل الملعب بمنتهى السهوله، تيسير للمصورين والصحفيين ده شيء مهم جدا، فالامور ماشيه الحمد لله بشكل قوي وشكل مميز وشكل يشرفنا كمصريين في استضافه هذا الحدث. منظومة التذاكر اللي اتعملت الحمد لله بتواصل النجاح، وده بيدينا أمل كبير جدا في عودة الجماهير إلى الملاعب بإذن الله بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية. دور الدولة المصرية واضح جدا كمان في التنظيم ده، ولازم نتكلم في الجزئية دي بالتحديد، لأن الدولة المصرية اهتمامها انعكس فعلا سواء على جودة الملاعب من حيث المدرجات والأرضية أو على تنظيم البطولة كمان بشكل عام، فأكيد لازم نحيي كل المسؤولين في الدولة اللي ساهموا في هذا التنظيم الرائع. يعني عايز أقول تعبير، سلمت يد الدولة المصرية
في هذا الحدث. الحقيقه يعني الايادي الدوله المصريه شالت كاس الامم الافريقيه ووفرت لها كل القدرات، وفرت كل الامكانيات في تضافر كبير جدا، ليس وزاره الرياضه فقط بل من كل الوزارات اللي موجوده في مصر. لولا هذا التكاتف ولولا هذا الدعم من الدوله ما شاهدنا هذا النجاح وما شاهدنا هذا التنظيم. هناك تعليمات لكل الوزارات بتذليل كل الصعوبات وتوفير كل الامكانيات حتى تنجح هذه البطوله. يعني ان شاء الله اكيد هتنجح، وان شاء الله كمان منتخب مصر ويفوز بهذا اللقب. يا استاذ محمد القوسي نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا كابتن امير، انا اللي تشرفت دايما بالتواجد معي. احنا بنبقى اسعد دايما. بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا ضيفنا العزيز الاستاذ الكبير استاذ محمد القوسي الناقد الرياضي المعروف، واتكلمنا في امور كثيره وملفات كثيره بتخص بطوله الامم الافريقيه بشكل عام وفيما يتعلق كمان بمنتخبنا الوطني المصري. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. استنونا وحلقه جديده يوم السبت الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.